December 3rd, 1998. Narrator Jura Hassan. Interviewer Vivian Romani Den. Location Moshava Porat near Netanya, Israel. The project is The Last Jews of Libya. It's one tape, side A, side B has some information. It's a family gathering, so sometimes more than Jora. You'll hear more voices than Jora. It's her brother and her sister, the other two voices. Also, her brother continues at some point. She needed the help of the brother and sister because she couldn't hear very well. كيفاش كنت عايشين؟ كيف عايشين؟ انت تزوجتي؟ ريجي باين داشين باين داشين خدمه هنايا حنا بنسادر حنا ايش ناشين مش باين حنا نسادر عايشين اللي مش باين شكون اللي ما غاديش؟ اللي يخدم بالكهرباء وعايشين اللي في حي لا ماهوش كيف حوش طارس حوش طارس خير اه كيفاش الحوش كان غادي؟ تحت لوطا ولا لا؟ ما سمعش بيه تحت لوطا ولا الحوش تحت لوطا؟ اه 200 بوطا جروطا شابه شابه جروطا جروطا ايش راح حوش ايش بجروطا؟ ايه اوكي كيفاش كانت الجروطا؟ كيفاش كانت الجروطا؟ حك كيفا ضايع حفره وصار بيوش 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 وباين باين بيوت باين المياه مسقعة زي روحة مياه حوالي بيخبروش وسطها بيخبروش مش كيف هي لا قاس شاية روحة عشر مياه يخبر محب لا خضرة شيء ما يخبر غادي كلها تبعي تبعي أما أبو ديا كشاب كشاب نطلع ما بلطاش بعض وعر شامة دوتا كنت شو تعملي؟ نعمل الصوف صوف اشتحب اشتحب اشتحين كم مرة رأيت لك كيف اشتحب نعم اشتحب عندي عباء والريال ايه والريال ايه والريال اشحبها ويا ما زي عباء دي اشتحب ودي وعبيات ويس ماشي عرب نغسلوها نغسلوها ونعملوها عشان ما قرداش نقرشوها كده بالفوية لعات لعات ونغسلوها نديروا هذا بروح نغزلو بروحه بيدينا هكذا وين الزوق عمرو خطيم she's showing me a blanket that she weaved in wool and she's explaining the process يا فاميل كان كل شيء قام خوم قام خوم يس هم اللي كان حوالا سمع ادري فين الرقم يا اخي ما عنديش الرقم وكيفاش كانت عايشة اليهود؟ كيف العيشة تاع العربيين والعيشة اليهود؟ العرب العرب غادي اليهود كيفاش؟ اليهود مع العرب كيفاش كنتوا عايشين مع بعض؟ مع العرب يافين تبع اليهود موزي كاني موزي لا هو إذا حي يتغداو معانا يتعشوا يشربوا الشاي معانا ويقعدوا بحدانا يذبح شبانية راب يذبح شبانية ربي شوحيط هو يذبح للمسلمين وحنا ناكلوا معاه ناخذوا معاه مثل الحب باين باين غادي بس ولا يمشي يشرك أثناء أثناء هذا يذبح هذا عربي يذبح هذا شبانية شبانية أبو هذا أبو حماه مرد عليه مرد عليه شبانية سيد سيد شوحيط قام عربيين مكلين بيحد كان لا لا انا حوش جروتا انا قاعده في جروتا كان ولا شي بالي مشاي داني برا عدو ما كانش بس ما كانش الزيتون عندي ما كانش لا حاجه الشعر طمح قال اسنان ندوي ايه عنده عنده غادي برا مسطين مشاي مسطين كان باين عايشين عندي ما ماكينه اللي دير زيتون زيتون زيت تعمل زيت ما كان يدير الشعير تلحي الشعير شيش ما وديار برا وكوشه وكل شيء ما لا نقع في قروطه ما يقعدوا برا انا ما نحبش برا انا نحب قروطه بارده بارده خاطر انا يمرضوا نقعد في قروطه ما يقعدوا برا هما يقعدوا برا شيبانيه باهي يحبوا المسلمين بزايد يحبوا يقعدوا حدايا يدير لهم بازيل يدير لهم خبزه يدير لهم كل شيء يعطيهم ياكلوا اما اليهود ما يزوزوش لا يديروا شيء لا 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 في حد ما يحبوا لهم بزايد جينا هنا قاعدين بكيوش هنا قاعدين بكيوهم اما راجل مشترك هو مسلمين راجل عنده اربع كراب مشترك هو مسلم مشترك هو مسلم فيه اربع كراب خدم بغض وكيفاش كانت عيشة اليهود كيفاش كانت العيشة تاع اليهود كيفاش كانت عيشة اليهود في البيت ولا مش بيت
قولي لي اللي باهي وقولي لي اللي مش باهي كيفاش كان؟ شما الناس زوالية ما عندهم شيء، شما اللي زين احنا عايشين عايشة باهية، شما أربعة ثلاثة باهيين غادي عايشة باهية، والباقي كل ما عندهمش الماية ما عندهمش الأخر ما عندهمش شما اللي يلموا الخبزة لمال ويعطيو يتعشى في الشباش هو لموا الخبزة يعطيها شما وشما مش كيف أنايا، أنايا سوس ولا سكون أنا أكثر طوب أنا أكثر طوب أنا يعني حنا باهيين غادي باهيين وعندي هنايا خير أنا كل واحد بروحه نحب أنايا خير كل واحد بروحه أنايا كل واحد اللي باد غادي ما تشماش اللي باد هذا ديما معمولية ديما إيش بعيوت تشما كل شيء بزايد وإيش بعيوت أيوة لبس هذا أنا نشبس نشبس مرة بنكون ميتود كيما بو وسيم حتيخات هذا مقبوعة فاقا كيمو بما ويوشنين كل ليلادين لو سيدة لطا محرابة شكرمو شكرمو انشاطين انشمو انشمو اني زوخيت محرابة انشاطين فاقا يا شارع كيمو ميتاد جولا ويوشنين كل عسل ليلادين بلانا عاوشنين كل لمس رايحات كلما خسيم وطام بحق خسيم وطام كلهم بحق كذي قدر اني زوخيت زي ظهرنا ما بين ماي مرحوق باش بال بشور باش بال يقول باش بال انا هذا كبير احنا بنزين بالمغرب الراجل يخطب يخطب المراه من بوا من بوا ما فرقش فيه ما فرقش فيه هو فرقش فيه البو ياخذ البو بيدي كل شيء ما نعرفوش بعدا كي يدخل لا قول برك تقول شي بعد مش حشوا زين مش حشوا ديما انا أنا جزيتنا ودينا كده في مخطير ما عارش هو جانا أحدا قدام مسلمين هذا نطلع ونحبوش مسلمين برقوا فينا إيه نطلع نطلع برا نطلع برا برقوش فينا أنا أجي خيش نطلع برا بكم حاضر علينا برا رأي النقر ونولدو كبنو ولدو مش كيف أنا يك معهم دحواج وكل حتى ونجي كعنا قاب حاجة عن فرشوار الصغير ونطاح البودرة لفاي نديرو التراب نديرو التراب لول لول قم نوبي وقم نوبي وصغادة بأيه خبين أيه يغادي خبين أيه دائم عاصيم شما كاخا بيدام كشرين وقم نوب والله حوالي شي يكبر في ما نعمل لك وسادة ونقمضا ونبلغ فيك مقمضا صار بوبا غاري كاملين لا أخذي بنت ولا بوبا من هيدا وحشوبة في لوقة ويقضوا غادي الولد بو ما يلعبش بيه البنت والولد ما يلعبش بيه بو حدا أمه بو حدا أبوه يتحش ما يلعبوش بيه ولا قابلوا الشيباني كل شباس يروح نكبوا على راسه على يده ولا عزوزة نكبوا على راسه نقدروا بزايد غادي مش كيف هنايا انا الليل بها كيف الكلبة العزوزة كيف الكلبة صارش كلبة كلبة خير منها يخل شاف هنايا هنايا مش بس هذا خلال خلال ست كلاين عندي وشتاوي شبايين مالا شاوي ما حبوش قروا حدايا ما حبوش احنا غادي ما بعضنا العيد ما بعضنا والشباك ما بعضنا والذكرى ما بعضنا والشراب ما بعضنا والشاي ما بعضنا كل شيء ما بعضنا جينا ليه فرقنا بس يا بعضنا ديما يا بعضنا احنا والسلفة والسلف والشيباني والكل ما بعض مش كيف هنايا مش وحير هنايا كان قولي لي كيفاش العيد كيفاش الشبات كيفاش الشبات شاف الشبات الشبات انا عندي شيء الشبات غادي نديروش شي حاجة نديرو كل شيء نهار الجمعة نديروش شي نهار الشبات لا نطلع برا لا ندورو لا نعرفو حاجة بيدينا بيدينا هكا نرفعو هذا شي صليبة باه قولي أنا حرام أنا حرام نطلعو نهار الشبات نرفعو صانية لحد في يدنا حرام كي جا حد رفعها بيه وكان نحطها في خرقة نمشيو نحطو نمشيو نحطو عشان نوصلو للحوش هذاك منحطوش في يدينا ندوش صغير في غمرنا نمشيو بيه هذا كل حرام عنا داشيال دا داشيال غادي روش عليهم مش هنا يجي ولادين يجي ولادين بلا راجل يجيبوا كل شيء انا غادي ما شماش دواج شماش دواج مسلمين باين يحبونا صباح الخير ويجيو يطلقونا ويحطمونا ما خلو ما يديروا مسلمين غادي باين مو زينين اليهود مسلمين انا مش باين البلاد على السلام الحاصل المدينة مش باين كله ما غادي داش هي حقانية حقانية عشنا عايشة باية كيف صار تلج صار فينا البا حق صار فينا كيف صار تلج أنا أطلع بيها ولدي وعليا ماشي بركيبش ماشي بركيبش شو هو ولده ومرشو هو بركيبش ماشي ونات رأى سمعت في بيت هل بسنين دي
الكابس نرجمها مشى صغير الكابس ولدي البكري يصب التلج بو مشى حاز في بالكهرباء حاز في طرابلس احنا قاعدين في بلادنا شو التلج غطى علينا التلج الجمعة غطى علينا داني في غمرنا في تبسنا من يدينا في غمرنا وطلع بينا برا حدا سيدي خد ساكن برا بلي في البيني احنا في الغروطات غطى الغروطات غطاش بالثلج بالثلج تعرفي نفهم شو ولدي يطلع بيا الجمعة طلع بينا كي الساعة مش اليوم قعدنا شباش كان بلا غدا لا ماكلة لا شراب احنا محبوسين في الحوش في ذاك الحوش بعض ناكل احنا وسيدي وسلفتي وسلفتي وكل عشان الحد نهار الحد هذا نحاز في هذيك العائلة شاور عشي مات عشي مات شاور في الطريق وحنا قاعدين محبوسين بلا ماكلة لا شراب نهار الحد فضلت الدنيا شوية جاء طيار جارة في البلاد طيار جارة في البلاد جابونا الفقاري جابونا الحوايج جاس وجابونا الماكلة وجابونا كل شيء جاء طيار صار فينا بزايد كيف صار تشير صار فينا بزايد أما العربي ما دهون شيء كيف صارت الخوضة مشاع الإنجليز ومشاع الطليان ذيك الأيام حق طلقوا من العربي مع اليهود مرعوت يا مرعوت يا مرعوت طلقوا اليهود المسلمين على اليهود ما اليهود المسلمين باين يحقدوا ويقتلوا اليهود شو احنا بلادنا ما صار فيها شيء سيدي عنده مطرح كبير عقلنا فيه كل شيء الناس مرانية عقلوا فيه الحوش اللي قلت عليه برا برا عنده شعر مسكر عنده كل شيء عقلنا فيه كل واحنا مسلمين اصحابنا عطوهم فراقي بحوايج نسلبحوا فيهم باش يقولوا لنا شيء واش خلاو علينا واش خلاو علينا يقتلونا جا واحد الكبير في هذا مسلم الكبير كربوي من ايه الشيخ الشيخ نتاع المسلمين قال لي دين وليمين ماش خاطر اليهود نقتلكم الكل اي ربوي من ربوي لا خشي ما صار لنا شيء ما تراوش صار فيها تراوش صار فيها تريبوا لي صار فيها حنا ما صار لنا شيء شوخ داري يا مش باهي ما داشي غادي خير داشي غادي خير شاب واحد يكسر الشباك يغسل راسو في المنقويد أسوق يكمل حساب تاعه مش كيف هنايا وهنايا ديانا ماش مال ديانا شماش المرأة تجيب ولد ولازم تشق الشرعي ما تشقاش في فراش راجلها هنايا من نهار اليوم تلقى في فراش راجلها هذا كله بس يدر هذا بعض مازال الحق يريم قاعد يموتوا الحق يريم يموتوا المرأة روش قاعد يصيروا ماش بالحام هذا ماش مال دواش ماش كيما تربوا هنايا بس غادي الطبقة مش باين حق غادي مش ماش طبقة باينة هنايا طبقة باينة هنايا طبقة باينة مش كيف غادي هيا ديك هيا ديك السن نعم نعم انا قلت الحق انا صافية بزايد عندي ديما عندي الصغار تسمش جبت هذا صغار جبت 16 طن جبت انا شاش عشرية لديمها 10 عاشوا وست شماشوا 10 ولاد 6 ناس جبت امي كان في امي يموتوا لي كان يموتوا لي ليش انا يبنخ الشيء عاش يموتوا غادي ما يموتوا غادي علاش غادي يموتوا تماش تموت تماش تبقى بلاي غادي تماش تبقى يموتوا انا ما كون مش ماش طبعا مش ماش كان رفعت مرة بنت ميشة في بطني خلاص حنموت حاصل راجي كرابش معبش الفوق كرابش على من الحوش قالوا ما فرغي كرابة ارفع واش كترابش وكل حين تفوت شو 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 موت كيف حب الله يبعثوا جابوا الطبيب ما حبت خاينة الطبيبة قالت لي هذا عمرش مرة زيادة وين ولد براحة يا خي هذيك البنت الميشة هذي كانت تعدمش فيها بعدين في الاخر كيف تعدمش في زايد وكل شيء جاو البنت جبدوها البنت جبدوها ودروا لي ذيكا يفق شعره شويه صرت ما لنا كل هذا الشيء شيء وصرت صفراء وكنت حمراء بزايد كنت مزيانه بزايد انا كنت صافيه بزايد صافيه بعدين برخشتهم وليت فراش روحي وجبت صغار في اللي ماتوا في اللي عاش سته ولاد سته ولاد وست بنات ولاد وجبت 10 ولاد 10 ولاد وانا سلمت 10 فرحت بهم جبت انا ثلاثه ولاد اربع ولاد هنايا كل شرايين مع بعض اربع ولاد جبت روح شي جاج على عليك في ولدي البكري الضربه جاج ناش ركبت هناك تاع ناش مش خدمه ماشي الخدمه ورا هاك فالح مش قول هاك فالح هو هذا هو مكشوف هذا غريب صافينا البيع مش باي صافينا هذا هو هذا كويس كويس اشتريم اشتريم بنش الله. أجواتو دي. أما نعود.
شويه ربع ساعه او نص ساعه. اوكي. ما ندير احنا غادي زياد فين من القمر رقم نركمو في ديار ديال. دبما. ايه يقولوا فيه ونبيعوا فيه عايشين به. نبيعوا فيه مستحيل مستحيل مستحيل. هذولي انتن المريان كانوا يعملوهم. ها؟ المريان كانوا يعملوهم هذولي. انساء انساء انساء. الصوف. نشريو الصوف شريح نشريو. واش كيفانا يعطيونا الحكومة نشريو شريح الصوف. مشا نعاس الصوف جديد مشا. زلزال. نشريو الصوف ونغسلوها. وننشفوها ونقشوها ونقرشوها ونغزلوها ونديروها. حنا نخدموها برا نخدموها برا. على الدخان تعملوا الدخان. غادي نخدموها نديروا منزل كبير غادي فوق كذا ونديروا منزل وندخلوا. هاك تعرفوني لا. سويسك ما شريت بابايا شلي هاكا طنجة كاخا وسيم قادول. اها. تبقى جمعة جمعتين على الأقل تقدر يمشي. شهر شهر. على الدخان كي تاكلوا الدخان. مش داري انت لا لا دخان اي انت ما عايزين دخان 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 الورق الدخان اللي تدخلوا في الخيطه شو يديروا خيطه لا دخان تاع غريان ما تكاش يخدموا فيه انتم اه اما لو لو احدام بلاد انا يا كنت عامل هنا معاه شو المنزل منزل لو منزل شو الدخان كيف كنت تعملوا دخان تيم يا العيد العيد يبيسح يبيسح عندي كيفاش حنا باش نحاول نجيبوا القمح نقيوه نقيوه ونرحوا بروحنا الريحان نحيوه بروحنا ما نحبش طاحونا هذا حمص هذا بانت الريحان الريحان نقشوها الريحان راه بداي الريحان حياة تعرفها الريحان هي تعرفها هي الريحان كان هي حميصة مسخة نخربشوها بالخلال بالريحة نخربشوها كل نخربشوها نمسحها ونديروها نحاول فيها القمح تاع العيد مش بحاجة كبيرة ولا صغيرة بروحنا نغربلو نقيمو هذاك الدقيق بروحنا بروحو نعجنو يخدم شباحة ونعجنو كيف نعجنو وحدة شاعجن وحدة شفتر في الفرن في الفرن في الفرن وحدة شفتر لأن ولا سبشي نعجن ويا شفتر خاطر هي تلحم لي في الفطاير أما الواحد يقعدو الليالي تاع العجين يقعدو كذا نهزو فيه حتى حتى يكمل الخبيز حنا نزف الليل دابا كل الخبيز صب فيه الميه ما يخيبوش هذا في بيسح هذا بيسح هذا في بيسح هذا في بيسح وكيفاش كان ليله بيسح ليله بيسح كيفاش كانت نديرو عندنا كل نديرو في الشلحان ونباركو يباركو الاولاد والرجال والنساء كل يشموا الشلحان شلحان لا لا شلحان زياده كيف هذا مش طاوله مش طاوله شلحان كيف هذا وكراسي وقعمت عليه نشبه مش بحال زي كل زي الاولاد زي البنات زي السلفة زي السلف زي كل بعضنا الكل لازم البراخاء لازم نتلاقاو لازم مش كيف تول قلت لها كنا ديري كس وديري غداك وديري عشاك تحب تجيك حنا نشقاو لالاش نقعد ما نشقاش وقتك حنا نشقاو الكناية الزوج نفطروا ونطبخوا ونديروا كل شيء ويرضاو ما يرضاوش ياكلوا هنا ما شماش والله انا ندير كس ويقعد نلوح ما يجوش ياكلوا ونطبخ عليهم باش يجوا ياكلوا الحين الحين شو هو اللي صاروا دي اللي صاروا دي هذا في بلادنا احنا كنسا باين صارت صار نسا بلادنا باين وزينات نشوفوا بعضنا كل اللي يسموا نكلوا براخا ونكملوا كل شيء ونعيطوا العيد مع بعضنا ولحين يقعدوا مع بعضهم يقعد لحين يمشي براخا ويمشي بعد العيد ديما ديما كذا كل عيد سكوها وبيصحى وكل لازم براخا احنا وسيدي لازم عارف ما فرقنا تجينا هنا يعني ما فرقنا هذا بيصحى نديروا فطايب مع بعض نديروا كل شيء مع بعض كيفاش كان يوم كيبور كيف كبور؟ كيفاش كان يوم كبور؟ شلاك ونذبحوا الدجاج ونذبحوا الدجاج ونجمروا ونطبقوا ونجمروا ونصوموا ناكلوا زي لازم مع بعضنا. تمشي هي بروحه يقعد هي مع بعضه ياكل. تمشي صلاة انت؟ ها؟ مشيت شي صلاة في يوم كبور؟ صلاة. لا حرام غادي ما مشيت لك الحق مرات مرات انا الشباب نمشي شويه مرات نساء قاعدين صغار قاعدين صغار انا في 40 عام في كيفاش انايا شرايا في 40 عام. رفع بي ولدي اللي قال انا شو اسمها ارسل في 40 عام شو اسمه ايش انا كيفاش انا تصور هذه انا رفعوا لها العالية صورونا باش يجي عطونا البقالي هاي صورتنا كاتب لهم حق قيم زلام وشات نهار الشباب نمشيو شويه مرات الصبح الصبح جا كيما نروحوا رجال نروحوا قبل احنا رجال وشو انا في بلادنا نمشي في هنايا نمشي كيف تشوفها كل رجليا رجعوا لي ما عادش نمشي لا 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 ما عادش نمشي
مشي وغادي نصلاو شوف شوف نطلو نديرو كل شيء مش كيف هنايا انا مشي بيه خير من المسار مشي بيه خير من انا روح شيم صغاري كل طلاب بيه بناشي بيه بزي داشي مو واعر بو نخليهم شي تفسه مرحة وش خليهمش بو واعر بزي في انا فيهم واعر في الجادة في الكل اخوي ربان هذه البلاد واحد باي واحد مش باي واحد مصوت واحد زوالي واحد يقتلوا الخبزه واحد ما عندوش واحد مش مويه واحد مش ماكله واحد كل واحد حاجه كل واحد يحاش بيا كل واحد شنو وش مو زين هيا شنو تشوفي السكه ها السكه 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 شنو معناها السكه شنو سوا شنو السكه ديروا سكه ما نديروش كيفاش ديروا سكه عايشين تحت الطاق ما نديروش سكه نديروا في الحوش الدار مش عارف نديروا يديروا سكر ويقعدوا الرجال يقراوا 8 ايام ما يطلعوش لا يخدموا ولا يمشوا للدكان يمشوا للشيء يقراوا ويشربوا الشواء والشاي 8 ايام ما يطلعوش الحين نهار واحد الحين نهار واحد 8 ايام غادي نمشي عيني ايام باين ديما شي بالي يشوي ديما خاطر يذبح يحصل مذبح يحصل مذبح ديما يشوي ياكل وهو صغار ودي يعديوا عليه ويقعدوا يقراوا كان مسلم يجيب له حطب المسلم في القناه يجيب له التحم يجيب له كل شيء نعرفوش بيتها لا جاز نعرفوش انك حتب والحب نطيبوا عليه معناش غادي جاز ولا فوجا معناش تماش جاز دار الحوش سيدي حق فيه شيش ما فيه كل شيء اللي جايين برا فيه كل شيء بير وشيش ما وكل مساري عندهم يعني باهيين دار سيدي سيب سكوا شما يحيي قالوا بعض ويقعد بعض سكوا يحيي طيب يطلع هادي ما قبر روحي ما حبش معاه علاش مش باهي هادي اختي راجلي مش باهي بنت وحده مستغلينها بزاف مغليه بزاف يحبوها بزاف ديما ما تحبنيش انا ما تحبنيش ديما ديما ما تحبش نقعد معاك ديما قبر روحي صباح الرجال تما اللي يحبوها بس ما تحبوش كيفاش كانت للاك للاك كيفاش كانت لالا تاعك شاي كيفاش كانت؟ أزوجتك كيفاش كانت معاك؟ شكون هي؟ أزوجتك كيفاش كانت معاك؟ لالا لا لاتي نقول بالحق مش معايا أنا هي مع بنت كنت صغيرة مش معايا نقول الحق ما كنتش مش ولد هذا ولد شاي عندها ولد بالسي عندها بنت شاي عندها دير مع ولد مداكا مش معايا أنا من راس جي معانا وش يمشي مش قادر ما القادر مش قادر كغادي ماشي انا يا سيدي القادر كغادي معانا مش معايا انا نحبوه ولد هذاك يحبوه خير من هذاك يا خلق الله واحد يحبوه واحد ما يحبوش واحد يقرا عنده واحد ما يقراش عنده حنا ما قعد عندنا حد حنا باش يقرا يحبوش كنا ثاني يحبوش انا صاري كيفنا ثاني صاري يحبوش انا شو عندي خاص خاص مع المشاهد الحين ولدي يحب المشاهد بلا مرأة ما حبوش يقبلوه ما شو مش حبش هناي ولدي يحبنا وحده ما رأى لأبو ها؟ ما رأى لأبو شو حدير؟ نفو هاي سير سلمة حلي السير لا تحبوش حبوش هو هل يحجب محمد علينا ولا يلوطوه مفريعانا لا لا مفريع ديري سكس ديري سكس ديري سكس ديري سكس مش هادي مش هادي هيك قولي لي على عود حقيم ها عود حقيم على قول على عياد شنين عياد شنين شاب عود صليحوت قولي على حنوكا شو تعملوا في حنوكا يا بلاد بعيد بين سكر وبيس هاي بعيد بين شو بعيد شيء وكبور وخلاص شو تعملوا في حنوكا ديروا السفنج احنا كان ديروا السفنج جيب عادنا السفنج احنا كان ديروا السفنج يا قريب جي احنا كواب وش رحمي ديسمبر احنا بديسمبر هاي قريب جي شو شو سريع حوضي جنا دير عشرية غادي ما يرفعوش اليهود العسكر ما يرفعوش اليهود العسكر غادي في بلادنا اليهود ما يرفعوش العسكر ما يرفعوش بسمين ما يرفعوش ولا الحيري بيقتل فيهم كل دقيقة غادي تنضرب هالجي ان شاء الله هاي حياة مع المسلمين غادي يقول
راجل يقمر مع المسلمين في الليل نفس الليل يقمر ويشرب معهم الشاي في القهوة وكل عمر ما يكلموه كنا سمعت بغير هذا. وكان عندي هنا ياخر مغرب يعني يمشي عن هاردنا أنا هنا ياخر لا ليحوك شيابو لو في حال وشتاك اي واحد حري الله روحه واحد روحه ولا حد يحكم عليه ولا حد شيء. كيفاش كانت كيفاش كانوا يتزوجوا؟ كيفاش كانت مش قلت لك يتزوجوا ما يروحوش ما يرقوش بعض ناري وبعدين كيفاش شنو يعملوا حنا يديروا حنا ما يديروش حنا تلتيالي حنا يديروا تلتيالي ثلاثة حنا يديروا عطر يديروا كل شيء. كيفاش قولي لي انا ما نعرفهاش قولي لي كيفاش يكذا شنو نقول لك يديروا عطر كيفاش عملوا حنيه ويزغرشوا ويزغرشوا ويغنيوا ويخليوا ما يديروا تعرفي غنايه انت لا ما عرفش هادي ما يغني لا ما عرفش يغني ينخو كاكا انا فارس فارس مرض انا خوش فارس مرض انا خوش بخروج وسيم مايم وشعر اروق وسيم كان فمر تيفي مال كاكا زي نخو صدع سيم بعمدة. هاي زوجها المرأة شو قاسوا سبع أيام قامزة في السد متاعها ما خلوش يطلع. يدير في شيء ويدخل الناس يطلع وخلص. الناس يطلع للدور لا شيء. ما أنا كان يخلي بحزار بقيش يطلع برا بكل. يبني بحزار عليك. مصاش فرق. هذا زوجهم. أنا رشاد خالد. يزوجهم بكري. يزوجهم بكري. يقدروا يعطوش كما في بعض الشهر شهرين ثلاثة عام شمال يحب فيسا وشمال يعني شوية أنا غني لا نطلع نعرف نطلع مطاحي ديما حوسة في الحوش سينا أصبقية أول ما طلعت في الحوش ديما في الحوش في الحوش مالية ديما ما طلعش شو يقول يطلع ما طلعش خلاها طبعا نحبش طلع أهل مسيح عصور الطليان جاوا وخرجوا علينا زيك انت شوفوا ضربني امهم ورا خاطر صوروني يحبوني يحبوا الصوره اوه خلاص جاوا يصوروا خلونا يا ولد ما سمعناش برقبينا ما خلوناش برقبينا علاش عصور يحزوا جاوا جلوزو قل لي انت كنت حاب تقول لي على المعروض في طرابلس قلت لي تحب تقول لي على المعروض في طرابلس مراعوض لا 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 مرا الخزيب اسكت انا مستوصف انا نقول لها اقول لها مره ثانيه شو صار برا قول انت عشان مراعوض 340 بحمش نطال عربي ننجلي انجلي نطال عربي كارتا بيانكا حفشيم تعصو مكتيم نسيم اليوديم لاما كاخا نولاي ميكان ميرسا كاخا يوديم بايم لير اسرائيل امنو لينو بايم ايا حيم طوفيم اتل مرعوت افو عشير ارقوتو تليوتو عصو كارتا بيانكا عصو مشيم نسيم ونحن بترهونا عربي مش لانو شامرو علينا لكو دانو اكولاس الكسف كان اكل الكسف اكل بقديم اكل مش اكل مشيش باباي لكو شامرو اسلام وليش شابو اشبعايم وعربي ما تايبا ورسي المكانيس يترهونا وعربي مش لانو منتشمعو تزروا حد نقع يهودي نحن ورقيم وطعلا مكم يشيروا شامة وارخوا بحزرة احنا نشعرنوا عاد امروا الكل وكرانوا شون دبار زي وما عود شنات حمشين بتاين بانو الارصة ايك مروش هل تلف عمك الكلتاكسي احتاخد رحمين حاي احتاخد امرأة ما داك مروش اي لا اي مروش اي بشنات حمشين بان ولا عرصة بشت حمشيم ايا شالك بو بارس بحييم له ايا ايا اشتي بالرايون عن فيكتور وينو اويل اينو قارين بأويل اويل نفعل بعطوني اتنوي
الطريق ورسي الدبير يسلم وتخطب ما تعسي ما يحضر وين هذا كان؟ في بردسية اها في بردسية هذا مش في ليبيا لا هنا في بردسية وخصك بيجينا هذا الصراحة هذا شيء معلم هذا شيء ولا نشني للدين وهي كيف رايون بكشتي حيدر ما شو سعيد سلينجليم ايه اخري اشتي وليدا نحن لانه سريف اقرنا بيتوخو عاد يصالوا لشكول اما انت قلت لي تحب تقولي على المعرض تاع اللوز ما دخلت مرعود بشهر 45 اوكي 45 جاي ايلو شما مرعود انجليم نتن حفشي تاع ماشي ما تكملوا سم بيوديم وش عملوا؟ قال لهم احنا خلصنا عاد نجمر مرعوت بمرت خدو ديفاني زي لإسرائيل وترهونا أبان لو تري لي يفو بكتل شلاخين يفو محيي مثل ناعي الزوالي مساعكم قتل قرينا لكل ونحن صاد عري ما يحاد ورينا حوش لطرش ورينا لو حوش هذا برك المحتاب عنده المحتاب دخل مع الإسلام خالوا ما نقيد لكم انتم حيين تاعكم باين باين اما لكسو اما تمرتسيم اسرائيل اما حزرة اما كم شيء لا بحزرة زي لكم مروكو كم تونس كم ايطاليا كم بان من اسرائيل المريان تشوا العيشة تشحم خفشي مئود كان مش أكتر خير يعملوا اللي يحبوا يمشي وين يحبوا علاش لا شبات لا شماش يطلعوا الشبال يطلعوا الشبال المريان تشوا انسى 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 تشوا هلك انسى تشوا خفشي معنوا اللي يحبوا مش هذا خير مش هذا خير لا مش بعيد علاش امشوا مع هذا امشوا مع علاش قولي لي علاش مش باهي حرام علاش حرام شاب علاش حرام اما العيشة كانت عورة يا خمرين انا بلاد اسمهاش دوار بلاد اسمهاش المرأة بن عموسة ورجل بن عموسة ومفيش امرأة تطلع واحد تالي وتطلع برا ولا تبرق ولا يبقى وجهها مغطي وفي حوشة تخدم في خدمتها اما كانت يا خمرين تشيخ وعرة كانت العيشة بس تشوف قاعدة كذا ها؟ تشوف قاعدة كذا كيف بلادنا أما تشوى نساء عيشتهم مش وعرة أو شيء ما شبه النساء يغلبوا في الرجال يغلبوا ما رأوا في الرجال يغلبوا في الرجال النساء أما مش خير مش بيه لا لا مش بيه هذه خير اللي المرأة بتلوقها كيف اللي كيف الراجل؟ دي تحب صبر الراجل يخيك شرب ولا يضربوا في الرجال يضربوا فيهم مش المرأة والراجل لا شماشك شو المرأة والراجل أوتو دبار أوتو دبار شو دبار وشو مالي نساء مش مالين مع الرجال شو مالجان مالين مع نساء شو بنتي بنتي هذي قلت لك عليها عندها بنت خذا اسمها حنايا خذا راجل كان ما عنده لأم ولا أبوه ولا حد سايب الحاصل تبع ولدي يخدم بحذاه جابوله خذوا بعضهم شو اش دار تبع واحدة شخينة حدا رجلها مات مشى له وخلى سيب مرته هذه باين
سيب ولد وبنت وسيب مرش وخناية مشان المرأة هذه باهي تمال دواري غادي تمال دواري شماش ماش عندك عايشة لشي وراجل وراجل خلاص دي المرأة تساعد الراجل دي ما عايشين بايين المرأة كتساعد الراجل اللي عايش بايين كتساعد المرأة عايش متساعدش عايشة بايين الراجل دي ما هو الراجل والله ناش قاعدة فيها بزيت كل شي قاعدة فيها شضربني أنا وصالي شضربني وصالي الشارع أضربني يضرب صالي يضرب الكل ما أربع كلمة كلموش أربع كلمة إما شنو هي تفاضل يضرب فيا ولا طيب من القفاية علي مش كلمة كلموش هذا باين كذا خلق الله كذا باين مرغوش خير باين الحميل هو باين لازم راجح من الراجل يصير يوفر الكل يوفر ما نشيش كرشي هو كرشي نشيش كرشي هو مش باين ينفقوا وصاري قادوا يشام يدوروا مش باين ولا يسيبوا بصغار يمشيوا واحد يطلع مسلم واحد يهرب ما يلقاوش واحد يموش واحد يسيب واحد غير من حشمة حكومة هناي غير شمال دول قوها هنا موصل وخلاص شما رجال الوارين وشما نساء الوارين مش ماشي نساء غادي الوارين كرجال الوارين دورة بيسام مش ماشي رجال الوارين في الصعيد رجال كل المنطقة فاش صار واحد من الجراح ما كانوش عندهم مرأة واحدة بس ايه مرة واحدة خاضر يا اخي كان ساي وكان ما عندهش لا ابو ولا ام ولا حد كيف الكلب وخاضر وضمش بنتي جابش ودارت له شباس بنات دارت له عرس هي بنتي بنتي هذه رجال مش بنتها هي دارت له عرس وهي ضمش وهي جابش وحدها هي الكل في الصوف تسمى واحدة ماش بعد ذلك راجلها صاحبها وخسيب مرشو هذيك وسيب صغار قولي لي مش كانت في اللوك معليش راجل ياخذ 2 مريان ولا لا؟ قال لك لا لا ما ياخذوش ياخذ مرأة ثانية من جيب الصغار ياخذ مرأة ثانية ما لازم يخلي المرأة الأولى كانت تحب هي قيمة المرأة شمع قيمة مرأة قيمة ما تخش كان يسرح هي ياخذ ما ياخذش بس ما يخش عليها قيمة عند الصغار ولا ولد عزيزي هو ماشي مشوف مرشو ما جابش الصغار مرشو ما جابش الصغار ديت شينا أكبر مني قاتش في السوق حطوا منه هو في الاخر خد واحد بنت عزيزو قعد معاه ما جابش الصغار طلقها جاي هي ولد هي ولد شو قعد قاتش مات بلا صغار شوفوا الشخ تماش لي الحين هنايا حوش اللي يحبوا يديروا اللي يحبوا يديروا مش باين الناس قاعدين يموتوا الحيالين يموتوا الدنيا مش باين الدنيا لا عمرو تم ترى فاشل ما نطرشنا وين نطرش ما جاتش هكا عبروا الحيالين مع